طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبة. دكتور سليم الجبور كومبارس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. يجملون المشهد. كل واحد يحاول أن يرضي جماعته يحصل كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات. هالحكي باقي كله كلاوات. كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون بشأن قانون الانتخابات، وترفض إلغاء انتخابات الخارج والخاص. طبعا المحكمة الاتحادية قررت اليوم الخميس الموافق 21/6 من العام 2018، قررت رد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود قال في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكم بأن المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. المحمود أضاف بأن إجراءات مجلس النواب بشأن الانتخابات قانونية ودستورية، وأكد بأن عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات تعتبر إجراء صحيحا. أيدت المحكمة بحسب مدحت المحمود قرار مجلس النواب بشأن انتداب قضاة من مجلس القضاء الأعلى للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي. إلى ذلك رفضت طبعا المحكمة ما ورد في القانون بشأن إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، مشيرة إلى أن ذلك يمثل هدر لأصوات الناخبين. إذن المحكمة الاتحادية اليوم الخميس أعلنت أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين هو إجراء غير صحيح، فيما ردت الطعون الإجرائية والموضوعية لعدم استنادها إلى سند دستوري كما قالت، وأعلنت عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، وبأن الطعون الانتخابية الإجرائية لا تخالف الدستور كما تقول، فيما أشارت إلى أن إجراء العد والفرز اليدوي صحيح. إذن المحكمة الاتحادية اليوم في صباح هذا اليوم خرجت ببيان صحفي وقررت بأن عملية العد والفرز اليدوي عملية صحيحة، ولكن عملية إلغاء نتائج النازحين وانتخابات الخاص غير صحيح لأنها تحرم النازحين وذوي الانتخابات الخاصة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وماذا سوف يترتب على قرار المحكمة الاتحادية. طبعا نستطيع أن نأخذ عبر شاشة الرافدين نص البيان المتكون من 10 صفحات. نأخذ البيان إذا جاهز عبر الشاشة. جاهز؟ نعم. هذا نص البيان، يعني جاء في بدايته بأنه تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21/6/2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة السادة فاروق السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه وأكرم بابان ومحمد النقشبندي وعبود التميمي وميخائيل شمشون قس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرار الحكم الآتي
وملخص القرار كما تحدثنا بأنها قررت أي المحكمة الاتحادية رد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، والتصويت الخاص من ضمن تصويت النازحين وتصويت القوات الأمنية في الانتخابات انتخابات مجلس النواب. نعم، نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين، وكذلك نستقبل رسائلكم حول هذا الموضوع. ما الذي سوف يحدثه قرار المحكمة الاتحادية خاصة بجزئية العدوى الفرز اليدوي؟ هل سوف يشكل تغير في نتائج الانتخابات؟ وهل المحكمة الاتحادية بحسب اللجنة، هناك لجنة تقص الحقائق تحدثت بأن الأحزاب السياسية المتنفذة تمارس ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق قرار العدوى الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات؟ اليوم المحكمة الاتحادية قالت بأن العدوى الفرز اليدوي أمر صحيح. هل سوف يتم العدوى الفرز اليدوي أم بنسبة قليلة كما يعني قالها قبل أيام هادي العامري؟ قال بأنه مسموح أنه تكون هناك إعادة للعدوى الفرز من نسبة 5 إلى 10%. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله الله يجعله في ميزان حسناتكم. حياك الله. الله يرفع شأنكم بحقي. لا إله إلا الله. الله يسلمك. عمي عمر أنا شوية أوقف من عندك. الله يرضى عنك وليدي. الله يخليك. طبعا المحكمة والقضاء وهذا المجلس يعني ما نحكي جزافا، ما يسوي شيء بنفع الشعب العراقي. يعني هاي مجموعة بس تفكر اللي يفيدها. مثلا كانوا يحجون على الجهاز والدقيق وعالمي وما أعرف شنو، وصرفوا المليارات مئات الملايين، ومن ثم قالوا قالوا هذا ما يفيد، أخذوا لهم في الشمس الله يعلم شنو. النوب إجوا للعاد يقولون 16 مليون أو 160 مليون متكلف العاد والفرز، هم بنفعهم. نعم أبو علي، أبو علي تسمعني؟ نعم، انقطع الاتصال مع أبو علي. طبعا رئيس الوزراء يوم أمس حيدر العبادي دعا القضاء إلى إصدار أوامر قبض بحق مزوري الانتخابات البرلمانية الأخيرة. العبادي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بأن حكومته مستمرة بعملها حتى بعد انتهاء عمل مجلس النواب ما لم يصادق القضاء على نتائج الانتخابات. نأخذ مقتطف من المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة حيدر العبادي. حكومة تستمر بأعمالها كاملة غير منقوصة لحتى تشكيل الحكومة القادمة. لا يوجد حسب الدستور فراغ دستوري في هذا. أنا أسمع البعض يتحدث عن فراغ دستوري، ولكن لا يوجد فراغ دستوري لحد هذه اللحظة، وحتى مع انتهاء فترة مجلس النواب لن يكون هناك فراغ دستوري، لأن ما دامت المحكمة الاتحادية لم تبت أو المفوضية لم تبت بنتائج الانتخابات لحد الآن، لم تعرض على المحكمة الاتحادية. من اليوم اللي تبت المحكمة الاتحادية بالنتائج والصادق عليها يبدي العد لتشكيل وانعقاد مجلس النواب الجديد على ضوء مصادقة المحكمة الاتحادية، ثم بعد تشكيل وانعقاد مجلس النواب اختيار أو انتخاب رئاسة مجلس ورئاسة الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المرشح من الكتلة الأكبر. نعم، استمعنا إلى مقتطف لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أشار فيه إلى أن العمل مستمر وليس هناك فراغ دستوري كما قال. عاود الاتصال معنا أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. العبوا هم يحشون على الدستور. أول من لم يعترف بالدستور هم أصحاب الانتخابات، مثل ما قلت لجنابك أنه القادة الحج الشعبي العسكري ما إلى حق أن يدخل بالانتخابات. هم دخلوا بدلوا الدستور وكل هاي الأمور ما يهمهم إلا نفسهم. اثنين، هم ما يؤمنون بالانتخابات أصلا، يعني ابتداء ماكو دولة كان يؤمنون بالانتخابات وحرية الرأي. لا، جعلوا الناس اللي خالفوها مثلا المدنيين أو الأحزاب العلمانية
اللي هم مهددات. نعم. اللي كانوا بالسماوه بالرميثه وبالديوانيه وكربله والنجف هددوهم، وانا اتذكر 15 واحد بس اللي سحبوها منهم، 12 او 11 واحد الى 10 نفرات هددوهم وقالوا ذولا كفر وكذا. احنا خلينا نكون واقعيين، هاي ما لا لها وجود الانتخابات، الاغلبيه خلينا نكون واقعيين شيعه والحكومه شيعيه وانا شيعي، يعني انا اعرف انا ما احكي انا ما اريد اجعل هذا البرنامج هو عقائدي ولا، خلينا نكون واقعيين. نعم. احنا نروح للاهم، الناس البسطاء اولا لازم يعرف هذول اللي يحكون بالدستور ويحكون على مرجعيه استثنائيه ولها شرعيه وكذا، اولا هاي الاحزاب اللي موجوده الكل بدون استثناء كل الحاج الشعبي تنتمي الى ولايه البقيه، يعني هم يقولون يطلعون على الفضائيات يسالوهم يقولوا لهم انتم لو ياتي. نعم نعم ابو علي تسمعني؟ ابو علي انقطع الاتصال مع ابو علي من كربلاء. طبعا لجنة تقصي الحقائق كما أشرنا بأن الأحزاب السياسية المتنفذة تمارس ضغوط على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق قرار العدوى الفرز اليدوي نتائج انتخابات. اليوم المحكمة الاتحادية أقرت بأن العدوى الفرز اليدوي صحيح، لكن السؤال هل سوف يتم العدوى الفرز اليدوي بشكل ما نقول صحيح 100% حتى لو كان 50 أو 60%؟ ونتذكر قبل أيام احترقت آلاف الصناديق، صناديق الانتخابات في الرصافة، وهذا ضياع طبعا لآلاف الأصوات من الناخبين. شلون راح تقدر المحكمة الاتحادية وشلون راح يقدر القضاة المنتدبين إلى الإشراف على موضوع وعملية العدوى الفرز اليدوي من أن تكون صادقة، النتائج تكون صحيحة من خلال هذه العملية، عملية العدوى الفرز اليدوي اللي أقرتها اليوم المحكمة الاتحادية وقالت بأنها دستورية وأنها تشكل خطوة صحيحة بعد إقرار البرلمان المنتهي ولايته لهذه الفقرة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا بك. بالنسبة إلى العدوى الفرز، نعم. ما أتصور لا غير صحيح، هي كل الانتخابات كلها غير صحيحة حتى العدوى الفرز، وإحنا القضاة ندقق فيهم، ما عندنا قضاة، يعني ما عندنا قضاة صحيحين. نعم. كلهم مدورين الى المحكمه الاتحاديه ولا القضاة ولا، فحتى العدوى الفرز ما راح ينجح بالعراق. نعم. ما ينجح في العراق الانتخابات طول ما هذول الاحزاب موجوده. الشيء الوحيد اللي ينجح في العراق انه كسح هاي الاحزاب وحكومه بشخص واحد يحكم بدون برلمان بدون احزاب بدون سياسه هذول الحراويه، وهذا اتمنى ان يكون للشعب العراقي ان ينهض، وهذا الشيء العراق اذا استمر على هالشغله راح يتدمر اكثر، لان احنا متدمرين من كل الجهات، من جهه المياه، من جهه الصحه، من جهه الاعمار، من جهه المدارس، من كل الجهات. انا اقول انه الشعب العراقي لازم ينهض اكثر ويتحد اكثر من الشمال الى الجنوب ويكافح هذول المجرمين. نعم. ويصيرون كتله واحده. نعم. وحكم واحد، ما نريد احزاب. نعم. ما نريد احزاب احنا، وما نريد برلمانات، كلهم حراميه. وأنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا لك. طبعا رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري قال بأن بعض الجهات السياسية متخوفة من النتائج الصادمة التي ستفرزها عملية العدوى الفرز اليدوي، ولفت إلى أن عملية العد ستفرز نتائج مغاير عما أعلن من قبل مفوضية الانتخابات، وستطيح كما يقول بعدد كبير من المزورين بحسب قوله. إذا العدوى الفرز تم فيعني هل يعقل، تساؤل، هل يعقل سوف تتغير نتائج الانتخابات؟ هناك قوائم اليوم مثل سائرون والفتح أعلنت عن تحالفها
وربما أنها قادرة على تشكيل الحكومة القادمة إذا صار العدو الفرز. معقول هذه الكتل والشخصيات السياسية التي فازت في الانتخابات سوف يعني تقبل وترضى أنها مثلا تطلع النتائج مغايرة لما أعلن عنه سابقا؟ هذا تساؤل. وتساؤل النسبة، هل معقولة أنه سوف يتم إعادة العدو الفرز اليدوي على كل الأصوات اللي تم اللي انتخبت، أم جزئية كما قال هادي العامري نسمح ب5 إلى 10%؟ معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، بالنسبة إلى مسألة حيدر الأعبابي يقول إلقاء القبض على المزورين، نعم، زين أجل المزور منه هو المفوضية؟ المفوضية ما تجي لوجه الله أو لعيون هذا لسواد عيون هذا وخضاره ودراج هذا، لا، هاي مستلمة فلوس. اكو احزاب منطقتهم فلوس، قالت لهم روحوا زوروا لنا الانتخابات. قال يا حيدر راح يكون عندك انت نوع من الرجوله، ها ما اقول الرجوله كلها، اقول نوع ولو 1% من الرجوله ان تلقي القبض على اللي قاموا بدفع الاموال الى هذه المفوضيه بحيث تقوم بالتزوير. راح تصير عندك هاي الرجوله؟ لا ما اتصور، ما يقدر يسويها. اما بالنسبه اليوم اذا من طلعت قرارات هاي يسموها مال المحكمه الاتحاديه، هاي صار لها 15 سنه تشتغل بوبيات لامريكا والايران وهذول العصابات، بس اليوم صارت شريفه، اليوم صارت شريفه تبيع شرفها براس العراقيين. زين هذه راح تدري نتائج ايش راح تكون، راح تكون وخيمه، راح تصير حرب بالشوارع قسما بالله، راح تصير تفجيرات واغتيالات وقتل، وراح تستبدل الفصائل هاي الجيش، حتى اكو بالجيش هاي الشرطه اكو ناس موالين. نعم. ما موالين، هذول ما يعترفون بالوطنيه والقوميه، هذا يقول لك انا ولائي ديني، انا ولائي الى رئيس العصابه مالتي، انا ما عندي ولاء للوطن والقوميه، هاي شعارات يضحكون بها على الناس منا ومنا اي، بس عليه لا، فتشوف راح تصير حرب بالشوارع، راح تبدي بدايه حرب الشوارع مثل ما يقول. وهي راح تكون نتائجها وخيمه، هي لابد ان تحصل هذا الشيء، لان ما بني على باطل هو باطل، اذا هي ما تخرب من اساسها، هذا البناء اللي تموا بنوه بال 2000 جافه اللي بنوه والنتيجه كانت اليوم هذا، لازم هذا البناء كله يتهدم من اساسه، مفهوم؟ ينشال على مستبدي حياه اخرى، لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بانفسهم. نعم، زين ابو عمر شنو رايك اليوم؟ تمام. كل شيء ما سووا. شنو رايك اليوم قرار المحكمه الاتحاديه؟ يعني هي ايدت العدو الفرز اليدوي، وموضوع الغاء نتائج النازحين والتصويت الخاص قالت بانه غير صحيح، يعني بقت النتائج، نتائج النازحين والتصويت الخاص والخارج. بقت النتائج استاذ عمر. العدو الفرز اليدوي برايك شلون راح يصير؟ معقوله راح تتغير النتائج؟ استاذ عمر هي بقت النتائج على حالها مثل ما يقول، هو الصناديق راح تبقى على حالها، لكن هل النتائج راح هم يغيروها ما يغيروها ما ادري، هل راح تتخوف الفصائل، راح تتخوف هاي الميليشيات العصابات، راح تتخوف من بعض البعض انه تطلع النتيجه، هل مسحه المحمود هذا التبعيه الايرانيه راح يكون صادق في نقل نتائج المفوضيه، نتائج اعاده الفرز والاصوات، هل راح يكون صادق مع الشعب العراقي؟ هذا اشك فيه مو 99% وانما 9999%، ما راح ينقله وراح يرضي الكل الى ان يقول لك تصير توافقات سياسيه بيناتهم، يصير تقسيم السرقات والقتل حسب النسبه المئويه اللي ماخذها كل حزب من عندهم، كل حزب جد ماخذ نسبه مئويه، مثلا ما يحق واحد يستلم رئاسه الوزراء يبوق هو حق مثل ما يقول 40% يجيبوه 70%، لا هذا حرام، هذا ما يقبله الشرع عندهم، ما يقبل القانون، لازم توزعها على بقيه الاحزاب بالتساوي حسب النسبه المئويه، وراح تؤدي الى نتائج وخيمه، هذا كله ضحك على العالم، هذا بيضحكون على العالم يخدروهم، يقول لك على موجه الصدر ان نتائج صحيح، لكن هل مدحت المحمود هذا والقضاء العراقي وغيره وغيره يقول عليه هذا يقولون عليه شريف ونزيه، هذا هل راح ينتج النتيجه الحقيقيه للعدو الفرز؟ لا ما ينتج اياها،
والله لو تطلع نخله براسهم كلهم ولا يشوف نتيجه واحده، يقول لك هذه الحقيقه، يظلون يضحكون عليك، يظلون يستخفون بحقك العراقي، يقول لك روح دق والطب، شوف زيجك، شو تريد تسوي روح سوي، بس ما تريد تعرف الحقيقه من الصحيح. 15 سنه هذا مدحت المحمود هو والقضاء مال البقر، كلهم كانوا يشتغلون اجلكم الله قوادين، هذول العصابه قد يظهروا شرفاء، قد يظهروا شرفاء هذول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر من سليمان كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا النائب رحيم الدراجي أكد وجود أدلة تثبت تنسيق أحزاب سياسية ودول لم يسمها بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. الدراجي قال بأن هناك أحزابا لا يمكن أن تصل إلى المقاعد البرلمانية التي وصلت إليها في الانتخابات، وبين بأن وصول تلك الأحزاب إلى المقاعد يثبت ويدلل على حصول عمليات تزوير وتلاعب كبيرة في نتائج الانتخابات. هذا ما قاله رحيم الدراجي. قبل يومين بالضبط زعيم حزب الفضيلة السابق الدكتور نديم الجابري قال بأنه واهم من يعتقد بأن الانتخابات البرلمانية ستفضي إلى تغيير وإصلاح في العراق، وأضاف بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفا على حد تعبيره. إذن تصريح نديم الجابري، الدكتور نديم الجابري وهو زعيم حزب الفضيلة السابق، قال بأنه واهم من يعتقد بأن الانتخابات البرلمانية ستفضي إلى تغيير وإصلاح في العراق، وأضاف بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفا على حد تعبيره. طبعا موضوع أنه الدعوات إلى إجراء اجتماع بين الكتل السياسية التي دعا إليها رئيس الحكومة حيدر العبادي وبعد عطلة العيد كما قال، سوف نأتي عليها بالحديث ونأخذ هذا الاتصال. معنا اتصال التغلبي من ديالة، تفضل. السلام عليكم استاذ فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية تحياتي لك ولكل العاملين في قناة الرافدين الفضائية. حياك هذه الله. القناة الشريفة المصدر الحر. حياك الله. استاذ الفاضل فيما الله محييك، فيما يتعلق بقضية الانتخابات يعني. نعم. حقيقة بادئ ببدء يجب أن نتذكر قول الشيخ حارث الضاري رحمة الله عليه، حتى يعني نجه الدكتور مثلنا، قالوا أن العراق لا يزال محتل وإن كان هناك انسحاب من العراق عسكري، لكن القرار السياسي مسلوب، بل حتى وجود قوات عسكريه الان موجوده على ارض العراق، يعني في العراق عمليه محتل. فما ظنها استاذنا الفاضل في بلد تتحكم به امريكا وبريطانيا والدول الغربيه؟ يعني هل هذا البلد يمتلك قراره السياسي؟ هل عنده اراده؟ كلا وحاشا. اما هذه قضيه الانتخابات التي تاتي كل 4 سنوات في ظل حكومات الاحتلال، هذه حقيقه هي يعني مسرحيه سخيفه ان صح التعبير. ذلك لان البلد يقام من قبل دولتين، امريكا وايران. نعم. تقاطعت مصالحهما في العراق وتم الاتفاق على سلب خيرات هذا البلد عن طريق تنصيب حكومات واشخاص عملاء لهذه القوى العالميه، ولا تهم كل مره مصالح الشعب. فالانتخابات مدورة وكل الناس توقعت هذا الشيء. نعم. لا تحصل الانتخابات بأيام بل بأشهر. توقعنا تزوير انتخابات، لأنه هل يمكن لحكومة عميلة أن تعطي للشعب صوته الحر وما يختار؟ ما ممكن. نعم. هذه الحكومة جاءت لتنفذ أجندات ولتنفذ خطط
ولكي تمهد لتحقيق مصالح الغرب مع إيران. إيران وأمريكا تتجاذب المصالح بين فترة وأخرى، وإن علت أصوات الخلاف والعداوة بينهما فهذه كلها أمور مكشوفة وقضية مكذوبة، أن أمريكا وإيران متفقة على تدمير العراق وعلى إبادة شعبه كما حصل في السنين الماضية. ولحد الآن اكتشف أبناء الموصل الشرفاء الطاهرة لحد الآن ما زالت تحت الأنقاض بحجة عربة داعش، بحجة مقاتلة الإرهاب. طيب هو من جاء بالمقاتلين من ترك الساحة للموصل للمقاتلين اللي جاءوا من سوريا من غير سوريا؟ فالقضية أخي العزيز يعني قضية الانتخابات قضية لا يمكن أن يصدق بها عاقل. نعم. هؤلاء ونرى الآن التزوير، نرى الآن تزوير وتحالفات بين العامري وبين الصدر وبين بعد أن جاء قاسم سليماني رتب جميع هذه الأمور. فلا يمكن أن يخرج القرار السياسي العراقي عن إرادة إيران وأمريكا، ما ممكن. وعلى الشعب العراقي أن يتعظ، مشكلتنا إحنا العراقيين لا نتعظ. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يلدغ من جحر الطرفين. يعني احنا كم مرة ضحك علينا من قائمة 18 مال الحزب الإسلامي اللي باعنا برخص إلى 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 إيران إلى إلى يومك هذا، إلى إياد علاوي اللي دمر الفلوجة، إلى إلى وقتنا الحالي الذين جاءوا ينادون بالوطنية وينادون بالإصلاح وينادون بإيقاف الشركات، وهم والله كلهم كاذبون، والله كلهم كاذبون. لأن الإنسان الشريف الذي عنده مبدأ لا يمكن بالمرة أن يحكر عنه بين هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين. نعم. هؤلاء لا ذرة شرف لهم. نعم. هؤلاء الذين رضوا بسرقة أموال الشعب. نعم. التغلبي يعني اليوم موضوع قرار المحكمة الاتحادية بموضوع العدوى الفرز، جزئية أنه العدوى الفرز. نعم. اليدوي صحيح، وأنه سوف يتم إعادة النتائج من خلال هذه العملية، عملية العدوى الفرس اليدوي. أنت برأيك راح يتغير شيء بنتائج الانتخابات؟ نعم أستاذ الفاضل، نعم. راح يتغير اللي يردونه هم. نعم. راح يتغير نتائج الانتخابات لما يسمو إليه هؤلاء السراق. يعني هم أبدا غير صادقين، سواء كان العد الإلكتروني أو العد فرس يدوي. نعم. هؤلاء يعني ربما كانت هناك أصوات أعلى من أصوات أخرى فجاءوا ليعملوا حبكة جديدة لصالحهم. والله العظيم لو صوت جميع الشعب العراقي لمرشح شريف إن وجد الشريف لزوروا الانتخابات. فالقضية يعني طيب ما قضية هذه الحركة؟ يعني إحنا كل فترة سبحان الله نسمع احتراق مكان معين، يعني يفترض أن تكون هذه الأصوات في مكان محمي وفي مكان يعني لا ممكن أن يتطرق عليه قضية الحرق وغيره. لكن هؤلاء يا أخي العزيز هؤلاء لا يخدمون يعلمون. نعم. أن الناس كل الناس تعرف أن قضية الحرق قضية مفتعلة. لكن صدق رسول الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء يا أخي العزيز لا يستحون، هؤلاء لا يقيمون الشعب العراقي وجد. نعم. إلى الشعب العراقي يا أستاذ الفاضل لحد الآن يعتقد أن هناك أناس شرفاء يقودون العراق، وهذا محال أن يكون إنسان شريف يلبي الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية. الإنسان الذي يقف مع المعدل الآن أخي العزيز بطالة أكثر من 40%، أكثر من 50% من العراقيين تحت خط الفقر. خريجين فك يا أستاذ العزيز تصعد بالسيارات أسئلة يقول لي تسعد تسفيق ماجستير عنده إما إنجليزي أو تاريخ أو غيرها، ناس واصلة مراحل العلم لكن ما لاقي تاكل، بينما انظر اليهم ماذا يعملون. نعم. يعني انظر الى السلب والنهب بالمليارات، انظر اليهم والى عوائلهم. فاخي العزيز الانتخابات مزوره مزوره مزوره، الانتخابات اراده ايرانيه ايرانيه ايرانيه. ولا ننسى ان السفير الامريكي في المغرب يوم الانتخابات زار مفوضي العليا الانتخابات واعطاهم الاوامر. أمريكا تحرس المصالح الإيرانية وتحرس مصالحها. نعم. أما الشعب العراقي فلا بواكي له، على الشعب العراقي أن يتعظ وعلى الشعب العراقي أن يرجع إلى قياداته. والحمد لله توجد قيادة شريفة ونزيهة، هيئة علماء المسلمين، هاي الهيئة الشريفة التي انبرت للدفاع عن حقوق الشعب العراقي. لم نسمع بأي جهة من دافع عن العراقيين، هل هو العميل؟ نعم. الذي وقع على ان نسبه السنه بالعراق 20% وضيعنا، من يدافع؟ اياد علاوي الذي دمر الفلوجه،
يا أخي علينا أن نثق بالله أولا ثم بمشايخنا وبعلمائنا وبهيئتنا ونعلم أنهم الله يريدون الخير للعراق. أما الذين يقودهم قاسم سليماني والذي يقودهم السفير الأمريكي في بغداد فهؤلاء والله ناوون نية سيئة كارثية لتدمير هذا البلد، تدمير العراق من شماله إلى جنوبه. العراقي أن يتدارك نفسه قبل أن يفوته الأوان والله العظيم، وإلا سنكون حالنا مثل حال سوريا وأتعز. يعني يهجرون الشعب المانع، ما عندهم مانع يهجرون الشعب العراقي بأكمله لحد الآن 5 ملايين عراقي يا أخي العزيز خارج العراق. نعم نعم التغلبي من ديالى كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بك أخي عدو الفرز. يعني شنو معناته؟ معناته هذا ضحك، يعني تخدير للشعب. الانتخابات كلها مزورة، الحثالات هذول تجود يحكون العراق سفل أبناء شوارع. يا أخي يا أخي الشعب إذا ما ينتفض، الشعب هو مذنب، شعب مذنب، شعب لو عنده كرامة كان سوى شيء. يعني واحد يسلبني حقوقي وضلت كتلة، بس هم دولة سفلة حزب الدعوة وما شاء الله شلون كذا فازوا بدر وبدر وقدر كلهم سفلة. نعم هذول كفرة، هذول هذول لا لا بس بدون تجاوز أرجوك، بدون تلفظ بهذه الألفاظ. زين ماشي يا أخي، يعني شو تقول عليهم؟ تدي أنت تدي تقول عليهم يعني نعم. إنسان ده يأخذ حقوقك، ده يدمر شعبك، ده يقتل أبنائك، ده يقتل كل شيء، حتى الزرع ده يقتله. يعني أنت خسر المكان، شو تقول عليهم ذولا؟ تقول عليهم ناس أشراف عندهم مبادئ عندهم قيم بشر؟ نعم. مستحيل. الشعب إذا ما ينتفض على ذولا السراق إن شاء الله بنت يعني تدمر البلد. وأنا قال 1000 مرة إذا ما تنتفضون يا شعب ترى تدمرون. نعم. شو راح يتغير بعد قرار المحكمة الاتحادية أبو حسن برأيك؟ أو المحكمة الاتحادية ذولا كلهم واحد مرتبط بالثاني، ما يتغير أي شيء. اللي يردوه هم يردوه يصير. أي اللي ما يردوه ويصعوا 100 شلاق يقول لك روح. فما يردون. يعني ما شاء الله شلون ملة. يعني بس يردون يعني حرق الناس وكتل الناس، لأنه ما عندهم غيره من ذول الناس بالنازحين بالخيم. بالحر وبالبرد. نعم. يعني أي واحد حتى لو مو مسلم، عمي مو مسلم، إنسان من أي من غير كوكب. وشوف هالمجاعة والأطفال بالحار وبالبرد، يعني يقبل؟ ما يقبل. بس هذول من أي مال؟ من يا كوكب جايين؟ كوكب إيران، جمهورية الإسرائيلية الإيرانية. نعم أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أخي عمر، مرت قبل أيام انتخابات العراق دون تسجيل خروقات أمنية خطيرة، ولكنها أشارت وبشكل ملفت للنظر عزوف غالبية سكان العراق عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لقناعتهم بعدم جدوى هذه الانتخابات في إحداث تغييرات جوهرية في مجمل العملية السياسية التي بنيت قواعدها وأسسها وفقا للرؤية الأمريكية ووفقا لبنود الدستور الذي شرع بعد عام الاحتلال ووفقا للمصالح الحزبية التي جاءت بها أحزاب السلطة. يقول قانون الانتخابات الحالي يشير إلى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة الأكبر بعد تحالفها مع كتل نيابية أخرى لتجميع 165+1 مقعد، وهنا يقع المأزق السياسي الكبير كما يقول، حيث أن نتائج الانتخابات لم تفرز كتلة سياسية بعينها حصلت مقاعد بهذا العدد، وعليه لا بد من أن تتحالف مع غيرها من الكتل، وهنا مكمن اللعبة السياسية، إذ لا بد للكتلة الفائزة أن تتحالف مع عدد من الكتل الأخرى. مبروك من الإمارات. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي، هل من المعقول بأن هادي العامري قائد ميليشيا مجرمة كما يقول قاتلة، والصدر والخزعلي والحكيم منوري المالكي وهم قادة ميليشيات مجرمة قاتلة تابعة إلى إيران يتساءل بأن تبني قادرة على أن تبني العراق؟ هل من المعقول عصابات مجرمة تحكم البلد وتخدم شعبها؟ رسالة أخرى يقول أخي عمر، أقسم بالله لا يوجد عدل وقضاء في العراق، لا محكمة ولا قانون يعمل بشرع الله، القضاء بيد الميليشيات وما تأمرهم إيران. والله أخ عمر، في أي بلد بالعالم القاتل واللص يحكم في بلد
15 سنة والدم ملطخ بيدهم، هل يعقل هذا والأبرياء في السجون وتحت الأنقاض؟ أي دين وأي إسلام وأي دولة؟ كذلك يقول 15 سنة والعملاء وتجار دين يضحكون على شعب ليس لديه كما يقول هو حب للوطن غير الحقد والغل في قلوبهم، لذلك تفرقوا بفتاوى القتل والتهجير، وليس الجميع، هنالك الشرفاء ولكن المنافقين والذين باعوا شرفهم ووطنهم لا يزال يهتفون للسراق ويحرسوهم. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك اليوم قرار المحكمة الاتحادية؟ أي محكمة اتحادية أستاذ عمر؟ أي محكمة اتحادية؟ الله يرحم والديك. أي محكمة اتحادية؟ إذا هو مدحت المحمود هو بالأساس هو إنسان فاسد وتابع لإيران، أي محكمة اتحادية اللي تطلع وتقرر قرارات وتصدر؟ هو بعدين هم كل الموجودين يعرفون والشعب العراقي كله يعرف بأن الانتخابات قبل ما يجروها هي محسومة، وكل حزب وكل كتلة تخصص لها عدد من المقاعد، لكن يريدون بس يبينون للعالم بأن العراق بلد ديمقراطي والشعب هو اللي يختار اللي يمثلوه. كل العالم شافوا شلون تمت عملية التزوير أستاذ عمر، وانتهت هاي مهزلة الانتخابات، ومن بعض الكتل والأحزاب طالبت بالعدل والفرز اليدوي، قامت هاي الأحزاب المتنفذة بحرق صناديق الاقتراع حتى لا تبين نسبة التزوير. أستاذي العزيز أستاذ عمر، العراق ما بي لا محكمة اتحادية نزيهة ولا حكومة نزيهة ولا حزب نزيه. وإحنا هنا نسهنا إحنا بتركيا شفنا شلون صارت الانتخابات وشلون بعض اللي رشحوا نفسهم اشتروا أصوات الناخبين. الله وكيلك بمئة ليرة تركية، مئة ليرة تركية اشتروا أصوات الناخبين. وشلون صار هرج ومرج وبعض مراكز التصويت انسدت أبوابها. هو أستاذ عمر حتى لو تمت عملية العدو الفرز هو شنو اللي راح يتغير؟ أبد ما راح تتغير، راح تبقى النتائج نفسها ما دام موجود قاسم سليماني وكل الأمور هي بيده محسومة الأتباع. وأخيرا احنا شفنا والكل العراق شاف شلون تحركوا على مقتدى الصدر وأجبروا أن يتحالف مع هادي العامري بعد ما كان من ألد أعداء حسب ما كان يطلع ويصرح، لكن بينت كلها بينت وعرفوها الشعب. وهو بهاي الحالة غير مفروض أنه بما أنه المحكمة الاتحادية قالت بأنها تسمح بإعادة الفرز والعاد يدويا، غير المفروض أنه النتائج الآن تجمد، نتائج الانتخابات لحين الفصل بموضوع العاد والفرز اليدوي؟ مو هذا المعقول؟ هو هذا المفروض وهذا المعقول أستاذ عمر، لكنه قلت لحضرتك ما عندنا أي حكومة نزيهة ولا عندنا أي محكمة اتحادية نزيهة ولا عندنا أي حزب، كلهم ميليشيات ومسيطرين. وشفت حضرتك وشافوا العراقيين كلهم البارحة شلون حزب الله ويا القوات الأمنية وشلون تفاوضوا وياهم، يعني حكومة تتفاوض ويا ميليشيا يا أستاذ عمر الله يخليك. نعم. حكومة تتفاوض ويا ميليشيا ويقولون احنا دولة واحنا سلطة. نعم. ميليشيا تابعة لإيران، حكومة تتفاوض وياها ويرضوها ويقعدوها بمكانها وصار بها ضحايا راح بهاي العملية اللي صارت البارحة. أي حكومة عندنا احنا يا أستاذي العزيز الله يخليك. نعم. والله العالم تبهذلت والعراقيين تبهذلوا من وراء الحكومة هاي، ما تصير لهم أي شارة نهائيا، ما يقدمون شيء للبلد يا أستاذ عمر، ما يقدمون شيء لمصلحة البلد، ما يقدمون شيء لمصلحة الشعب. أهم شيء عندهم هم مصالحهم الشخصية وبس. ماكو عندنا أي شيء هنا نزيه بالعراق حتى واحد يعتمد عليه حاليا، وهاي الزمرة إذا ما تنزاع ما يصير شيء بخير بالعراق نهائيا. نعم. أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ عمر هي الانتخابات والمحكمة الاتحادية وغيرها وغيرها، هو من جابها؟ هم جابها المالك وجماعة المالك جابوهم وخلوهم، فذولا يزورون صالح من؟ صالح المالكي وصالح محسده وصالح غيره. هي هذا التزوير، هي هذا احنا كاتب، واحنا يعني عتبنا بس 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 هي بين تزوير أو تزوير، كل العراقيين يعرفون تزوير، بس عيب على كل عراقي اللي راح انتخب وما شخط على اسمه فيه، وحتى اذا يشخط على اسمه فيه فهم مبينين اربعه خمسه اللي جايبين المحكمه الاتحاديه واللي مسوين
الانتخابات هم الفائزين. احنا وضعيتنا هسه والله والله عندنا فشيء اكبر 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 من الانتخابات. اكبر ذول العصابات اللي بالشوارع اللي بشارع فلسطين سووا لهم حادثه، اللي بالثوره، اللي بالشزمه. يا اخي احنا انتخابات، يا انتخابات، انتخابات هاي هسه نعتبرها ايش؟ بس نعتب عليه من نعتب على امريكا اللي جابت لنا ذول الشوابي وخلتهم يحكمون، لان ذول الشوابي يعني اكو يعني تقدر تفتح دوله كبرى تجيب ذول تخليهم يحكمون؟ والله ما ادري يعني شلون يصير ذول الشوابي يخليهم يحكمون؟ هذول فد ناس منحطين، ناس يعني ايش تتصور تلقى بيهم؟ اجي اخليهم تحكمون دوله كبرى مثل امريكا، اجيب ذولا اخليهم يحكمون العراق، خلصوا العراق يعني عصابات بالشوارع، قتل علني، انت راسا ضربوك وسووك ارهابي، يعني فد شغلات الله ما يرضى بيها. عمي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذولا الشيوخ اللي يمشون ويا العالم ويقول لهم تعالوا انتخبوا، ذولا مو شيوخ، ذولا عارات. أراد له. أشكرك أستاذ عمر. أبو فهد من الطرمية كان معنا اتصال. أبو سارة من الفلوجة، تفضل أبو سارة. حياك الله، تحيا والدوم، يا أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو سارة. هذا مو مدحت حسين حمودي، اسمه مدحت حسين حمود محمود. نعم. وهو إيراني، كان قاضي بالرمادي، وبعدين سارق، ومن ثم راح العانة وسرق أيضا. مدحت حسين حمودي محمود. والسلام عليكم. أبو سارة راح. أبو سارة نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا حادثة البارحة لما ميليشيا حزب الله ضربت سيطرة في شارع فلسطين، اليوم صحيفة الحياة اللندنية تحدثت عن في تقرير لها بأن ميليشيا حزب الله فرع العراق تسعى إلى تحويل منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد إلى مربع أمني تابع لها. وجاء في التقرير في أعقاب اشتباكات اندلعت بين الشرطة وعناصر ميليشيا حزب الله التي تتخذ من منطقة شارع فلسطين مقرا لها، حيث أدت الاشتباكات لإصابة 3 من الشرطة ومقتل شرطي، قتل شرطي وأصيب 2. كانت يعني نتيجة الاشتباكات إصابة، بعد ذلك توفي أحد عناصر الشرطة. هذا ما حدث في شارع فلسطين يوم أمس. موضوع آخر، رئيس الوزراء التركي قال، وهو بن علي يلدرم، قال بأن قوات بلاده تحقق تقدم في العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في كردستان العراق. أكد بأن القوات الكردية دخلت بعمق 40 كيلو متر في شمال العراق، والآن هي تسيطر على مساحة 400 كيلو متر مربع، ولفت إلى تنفيذ غارة استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل قياديين فيها. إذن القوات التركية تسيطر اليوم على 400 كيلو من مساحة العراق، بالتحديد في الشمال، وهذه مناطق تنشط فيها ميليشيا حزب العمال الكردستاني. ما سمعنا للحكومة، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لطرد هذه الميليشيا التي تتواجد على الأراضي العراقية. اليوم القوات التركية تسيطر على 400 كيلو متر مربع في الأراضي العراقية، والجماعة ملتهين بالانتخابات وبنتائج الانتخابات،
وبس نسمع كلمة السيادة اللي صدعت رؤوسنا، قال السيادة وحكى السيادة. طبعا موضوع التحالفات، التحالفات والاجتماعات اللي دعا إليها رئيس الحكومة حيدر العبادي، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان ريس عبد الله، قال بأنه لم يتلقى الحزب دعوة رسمية من رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الكتلة السياسية، وقال عبد الله بأنه سمع بالاجتماع فقط من وسائل الإعلام، وبأن حزب العمال الكردستاني الوطني الكردستاني سيشارك في الاجتماع الذي دعا إليه العبادي في حال وجهت إليه دعوة رسمية، كما أشار إلى أن حزبه يسعى لجمع الأطراف الكردية المختلفة بوفد واحد قبل الذهاب إلى بغداد. طبعا يوم أمس رئيس الحكومة حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي بحث التحضيرات بشأن تشكيل الحكومة القادمة، وقال مكتب العبادي في بيان بأن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وبين بأنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية ومبادرة العبادي للقاء على المستوى كما تم تسميته بين قادة الكتل السياسية والتحضيرات بشأنه من خلال اللجنة التحضيرية لوضع أسس أي اتفاق لبرنامج الدولة المقبل. أضاف المكتب بأنه تم مناقشة كما أسماها حماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سير هذه العملية بشكل سليم وسبل حماية العملية الانتخابية من التزوير كما يقول والتلاعب، والحفاظ على المنجزات أسماها المنجزات التي تحققت وتعزيزها بالبناء والإعمار وبمستقبل أفضل للعراقيين كما جاء في هذا البيان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها على قرار المحكمة الاتحادية بأن إلغاء نتائج انتخابات النازحين والخارج والخاص غير دستوري وغير صحيح من قبل البرلمان، وبأن عملية إعادة العد والفرز يدوياً بأنه صحيح. شكراً لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.